بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب في هذا الصباح الجميل، مستمرين مع حضراتكم متابعين الكرام مع انطلاقة شوطنا السادس للحول المهجنات الأصايل. ننطلق مع هذه الشعارات، ننطلق مع هذه الأسماء الحاضرة في صباح هذا اليوم والمنطلقة في هذه الانطلاقة الكبيرة، مع أيضا البداية مع أول المراكز اللي يتابع في هذه اللحظات. أتقدم مع أول المراكز لأتعرف على من تسيطر في هذه اللحظات بهذا الحضور، بهذا التواجد، بهذا الانطلاق الوثبة لعلي بن زعل بن سعيد المنصوري مع أول المراكز. المركز الثاني في هذه اللحظات الشامخة هي القادمة، هي الحاضرة بشعار مبارك بن أحمد بن محمد المهيري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث القادمة واضحة سلي بن مسلب بن قنزول العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات لتأتينا وتتقدم هنا مشاهدين الكرام سمة دبي هي القادمة بشعار مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا سمة دبي. المركز الخامس الحضور هنا التواجد من سيوف محمد بن علي بن سعيد الجحافي في هذه اللحظات يتقدم مع المركز الخامس. المركز السادس تأتينا في هذه اللحظات حشيمة محمد بن سالم الاكتبي يقدم لنا شعاره، ولكن ضجة هي الحاضرة، ضجة هي القادمة. عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري يتقدم ايضا بهذا التقدم، واتابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم في هذه اللحظات. تتقدم سهرة محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، بينما القدوم بينما الحضور احضرت ووصلت نجوم، اوصلوا ابناء تبوك الورد في هذه اللحظات. يتقدم ابراهيم عيد بن نجم بن سالم العطوي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن وصلت ايضا واحضرت مشاهدينا الكرام بهذا الحضور طيف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتقدم الصعب مع شعاره الحاضر في هذه اللحظات، بينما القدوم بينما الحضور في هذه اللحظات. هنا تتقدم وتحضر في هذه اللحظات الظفرة محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وكذلك الانضمام والحضور من مزون سعيد بالعرطي الحميري يقدم لنا شعاره. هكذا النداء لهذه الأسماء الحاضرة لهذه الشعارات المتواجدة من أجل الفوز، من أجل الانتصار في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. يرحب بكل الحاضرين، يرحب بالمشاركين. العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة، إلى من غيرت هنا. هنا وضحى تتقدم بشعار سلي بن مسلب بن قنزول العامري مع البداية مع الصدارة، يتقدم بكل قوة، بينما المركز الثاني القادم شعار الصعب في هذه اللحظات مع طيف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الثالث القادمة سمة دبي الحاضرة في هذه اللحظات بشعار المفاجآت مبارك بن محمد بن نصر العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور هنا والقدوم من مزون
سعيد بن عبيد بالعرطي الحميري، وخامس المراكز القادمة ضجة عبد الواحد بالخزاع بالعثة العامري، والمركز السادس أحضرت نجوم لتصل في هذه اللحظات بشعارك يا المعاصر عيد بالنجم بن سالم العطوي. بابراهيم يتقدم، بابراهيم يحضر بهذا الحضور الكبير قادما من ميدان تبوك الورد ليحضر في عاصمة الميادين مع نجوم. بينما القدوم والحضور في هذه اللحظات، القدوم من الظفرة محمد بن زايد بن محمد المنصوري ايضا منذرة هي القادمة بشعار مبارك بن سعيد بن محمد بن راشد الاكتبي القادمة في هذه اللحظات. اوصلوا الاسماء، اوصلت الشعارات الكبيرة والخطيرة. هنا اتابع الشاذرية، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هو القادم وهو الحاضر بهذا الحضور. 1200 يا اهل الحيل، 1200 ما يفصلنا عن الفوز، ما يفصلنا عن الناموس والانتصار. القادم ايضا وضحى مع المركز الاول، وضحى مع الصدارة والشعار الصعب. والقادمة طيف في هذه اللحظات، والقادمة نجوم. الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير. ركز يا بن نجم، ركز، ركز يا مشعل، ركز مع نجوم. غيرت مع البداية، غيرت مع الصدارة. بينما القادمة، بينما الحاضرة في هذه اللحظات بهذا الحضور. هنا ضج عبد الواحد بالخزاعة بالهركي العامري، ونجوم مع المركز الثاني. القادمة في هذه اللحظات ايضا هنا غند، غند القادمة بكل قوة، عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي. والقادمة في هذه اللحظات احضرت هنا راهية راشد بن خليفة بالمرة النيادي، من يقدم لنا شعاره. ولكن المعركة، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة مع الحيل، مع الحيل في آخر الأمتار، في آخر الأمتار. نجوم، نجوم عيد بن نجم العطوي. بابراهيم، بابراهيم أبناء تبوك يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالسلام. سلام بن نجم، سلام، سلام تبوك الورد، سلام على الفوز والانتصار بناموس هذا الشوط. وسلام يا مشعل، سلام، تسلم يمينك يا ابو عيد على الاداء الكبير والمميز. المركز الثاني احضرت مشاهدينا الكرام راهية بشعار راشد بن خليفة بالمر النيادي. والمركز الثالث كان الحضور من غند عامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. المركز الرابع كان الحضور مع ايضا هذا الشعار اللي ضج لعبد الواحد بالخزاع بالعثة العامري. والمركز الخامس كان الحضور مع خامس المراكز وضحى سلي بن مسلم بن قزول العامري. نجوم لعيد بن نجم العطوي، وسلام الى تبوك الورد والى المعاصر عيد بن نجم العطوي على هذا الفوز والانتصار. يا ابو ابراهيم على انتزاع نجوم ناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني ولحظة وصول نجوم، هذه لحظات الإعادة، هذه نجوم احضرت بكل قوة. توقيتها مشاهدينا الكرام 9 دقائق 18 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام إلى تبوك الورد، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9 دقائق 20 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا راهية لراشد بن خليفة بالمر النيادي على هذا الفوز. وتهانينا ايضا للمضمر عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي، ايضا نهنيه على هذا الفوز والانتصار مع المركز الثاني. المركز الثالث
تسع دقائق 20 ثانية، جزئين من الثانية كانت غند لعامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الويب.